وإلى موضوعنا هذا اليوم، هناك الآلاف من المنازل التي يتم بنائها يوميا في كل أنحاء المملكة، ومع ذلك فإن نسبة ما يكون بها قدر من أسس التصميم بالشكل الصحيح والسليم قليل جدا، بل أن بعض المختصين والخبراء في التخطيط والتصميم العمراني أصبحوا يرون اليوم بأن هناك الكثير من المنازل في السعودية افتقدت خصوصيتها المعهودة وهويتها الأصيلة، واصفين ذلك بالتغليق. حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف معي في الاستوديو المهندس ندى الجليدي، الخبير في التخطيط والتصميم العمراني. حياك الله معنا مهندس ندى. يا هلا والله، مساك الله بالخير وبالخير لجميع مشاهدي. يا هلا. أسألك عن مقالك نشر في 23 يناير في صحيفة الرياض، عنوانت بفراغات ضائعة بمنازلنا. احكي لي عن فكرة المقال، كانت تدور حول ماذا؟ حيث أن المقال الهدف من طرحه هو بس لتوضيح أنه الآن اللي قاعد يصير في تصميم المنازل أو الأفكار اللي قاعدة تطرح بالسوق الآن هي حقيقة لم تتناسب أو لم تتماشى مع الركائز الأساسية للمبنى. إحنا نعرف أنه في ركائز أساسية، ما أتكلم هنا في المملكة، في كل مكان، يعني في كل مبنى لازم يكون له مثلا أصالة، وهذا جزء من المقال اللي كتبته، استمرارية في هذا المبنى بحيث أنه هذا المبنى مستدام يعطيني أطول فترة ممكنة بحيث أن يستفيد منه. نعم. دائما محورية الشخص اللي فيه، كل شخص له احتياجات، فمحورية الإنسان اللي يسكن هذا المنزل أنا أشوفها لم تراعى في التصاميم. وهذا ينعكس على ملائمة العيش. ليش إحنا قاعدين الآن ننتقل كل بين فترة وفترة من مكان لمكان؟ هذه جزئية، والجزئية اللي تطرق لها أنه على الأقل يكون متماشي مع البيئة المحيطة فيه. فهذا لما تتماشى مع البيئة المحيطة فيه معناها أنه أنا كثير من المبالغ التشغيلية للمبنى هذا ممكن تقل تكاليفها. هذا كانت يعني فكرة المقال. طبعا المقال عبارة عن جزئين، جزء يتكلم عن هالجزئية وجزء يتكلم عن بعض المشروعات العمرانية. بعد أنا ما تكلمت على كمبنى، أتكلم حتى عن المشروعات العمرانية والإسكانية اللي قاعدة تطرح الآن. أو شيء أنا عندي مشكلة مع المسميات. والنقطة الثانية كمية الإعلانات على أنه هذه المشروعات هي هذا هو البيت السعودي، وهذه معلومة غير صحيحة. وش البيت السعودي بوجهة نظرك؟ البيت السعودي أو خلينا نقول، طبعا احنا لما نتكلم عن المملكة العربية السعودية طبعا هي عبارة عن مناطق، فلكل منطقة من هالمناطق هذه ثقافة وشيء يطرح. اللي نشوفه الآن أو اللي يسوق له هو عكس اللي احنا نعرفه عن تصاميمنا وعن احتياجاتنا. فلما أنا يكون عندي مثلا مباني تصاميمها أجدها في كل مكان في العالم، أو تحديدا في مثلا بعض المدارس تنتقل لنا كما هي، تصميم المبنى ينتقل لنا كما هو في مدرسته الأصلية إلى المملكة العربية السعودية. هنا أقول هذا اللي أنا أتكلم عنه، أنه نقل التجربة بدون استلهام أو محاكاة البيت السعودي. كلنا عارفين البيت السعودي له عدة فراغات نعتبرها أساسية، وبعض الفراغات داعمة للفراغات الأساسية. خليني أقرأ لك من مقالك، يعني وأنا هنا راح أقتبس من المقال، ولو أطلت عليك وأطلت على المشاهدين، أن تكون الفراغات المختلفة داخل المسكن متكاملة مؤكدة الخصوصية لما يلزم خصوصيته، أن تكون الفراغات تمت التهوية بموفر الحياة الصحيحة داخلها ومضاءة إضاءة طبيعية في النهار، الإضاءة اللازمة لكل فراغ بما يضمن كفاءته الوظيفية، أن تكون الفتحات التي توفر التهوية والإضاءة موزعة بحيث تسمح باستخدام الأثاث والأدوات التي تشكل وظائف هذه الفراغات طبقا لنوعية الأثاث والأدوات المناسبة لشغل هذه البيوت والمساكن بشرائحهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. أكملت، ويتميز في السابق تصميم البيت السعودي بتحقيق أطراف هذه المعادلة. صحيح. مما جعله المسكن الذي تسكنه عائلة واحدة أو عائلات ممتدة أكثر من عائلة. أنت ترى أن المساكن السابقة كان فيها كل هالعناصر اللي ذكرتها قبل قليل وتفتقدها العناصر الجديدة؟ نعم، حقيقة لأنه طبعا هذه العناصر يتكلم عنها كلها عناصر طبيعية اختزلت بوجود التقنيات الحديثة. فلذلك
أنا ما يمنع إنه التقنيات الحديثة استخدمها، لكن بشكل ليس على مستوى كبير جدا زي ما هو حاصل الآن. لما نتكلم فعلا عن الفراغات في المنزل، وخصوصا الفراغات اللي تقضي العائلة فيها أوقات طويلة، أغلبها غير مضاءة زي ما ذكرت لك، غير مضاءة إضاءة يعني كاملة، غير موجودة فيها عناصر مثلا التهوية. الإضاءة الكاملة يعني نلاحظ الآن، ويمكن هذا كثير من الهاشتاجات تطلع، إنه حنا ما نزلنا علب كبريت، هم صادقين. ليه؟ لأنه حتى ما عندنا مقاييس وأنظمة لمثلا أو ستاندر زي ما هو معمول في أنظمة البناء في جميع دول العالم لعناصر المبنى. تتكلم عن النوافذ، نتكلم على مستوى الأبواب، يعني نتكلم عن مستوى اللي يعني ما أبد كل واحد يقدر يصمم في التصميم، اللي بيصغر يصغر، واللي بيكبر يكبر. ما عندنا حتى نظام البناء. بس هذا ما ترى أنه فرض علينا اليوم كثير من المعطيات. أولا تكلفة الأرض، ثانيا تكلفة بناء المسكن، ثالثا احتياجات الأسر اختلفت. ممتاز. بعدها زي أول، يعني أول أنت تطلع خلاص ضامن أنه بيت أبوك بتسكن فيه وتعيش فيه وتتزوج فيه وتكبر فيه أنت وعيالك وأسرتك، بعدين بعد فترة تظهر. ممتاز. أنا اللي أنا أتكلم عنه الآن، أنت خلاص الأرض حققتها، الآن أتكلم معك في التصميم، أتكلم معك في توزيع الفراغ اللي أنت تحتاجه. يعني إحنا تعدينا مرحلة إنه التكاليف، أوكي نعم تكاليف الأرض غالية، ولكنك الآن خلاص تملكت الأرض وبديت تتملك المسكن. أنت ممكن يكون سؤالك بطريقة ثانية، المواد اللي نستخدمها الآن في 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 البناء، ليه أنا أخذ مثلا مواد عالية جدا بحيث أنها تأثر على تكلفة المبنى فرضا؟ ليش أنا لما أقلل النوافذ مثلا هنا أنا أكسب، أو فعلا هو أخفف جزء من التكلفة على المبنى؟ أنا مثلا لما يكون عندي البيبان بأشكال معينة أنا أخفف التكلفة، ولكن أنا وجهة نظري هذه بيئة على الأقل حقق أنت أقل، يعني اقل درجه انه انت على الاقل المبنى يكون صحي. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه، ترى لما نقول احنا اطراف المعادله هذه، ترى انا اتفهم انه احنا يعني سرعه التنميه اللي صارت في 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 المملكه العربيه السعوديه، لكن ترى عندنا تجارب، عندنا عماره السبعينات والثمانينات وبدايه الالفيه، ترى قاومت هذا التوجه. ونلاحظ انه الان هذه المباني فقدت حتى شخصيتها وصارت إرث عندنا. أنت وصفت اللي يحدث بالتغريب كما يرى القارئ المقال، يعني اللي قرأوه. الشيء الثاني قلت أنه في هوية مفقودة هنا، وش الهوية المفقودة؟ الهوية أنا لما أتكلم عن الهوية خلينا نقول الفراغية جوا المبنى. إحنا كلنا عارفين أنه أول كان عندنا هوية في المبنى، عندنا كل فراغ من الفراغ هذا كان يستخدم بنسبة 100%. مرات يكون عليه بعد ضغط عالي على هذا الفراغ ويتعدى 200 و300% على استخدام هذا الفراغ. الآن في فراغات في منزلك وفي منزلي، حتى لو حنا ما احنا مالكين لها المنزل، يمكن بالأسبوع بالأسبوعين أنت ما تمر على هالفراغ، صح ولا أنا غلطان؟ صحيح. لماذا هنا هذا الكلام؟ هذا لأنه جاء من أفكار دخلت علينا، ما نعرف احنا على اي اساس هذا الفراغ وجد. فلذلك انا اتكلم هذه الفراغات اللي ضايعه بمنازلنا وقاعده تزود عندنا الكتله العمرانيه واحنا ما نستفيد منها. انا دائما اقول حاول دائما تصمم جزئين، فراغاتك والعلاقات بين الفراغات. انا مثلا لما اكون في فراغ، اكثر فراغ احتاجه لازم أن يدرس العلاقة بينه وبينها، هل أنا أحتاجه 3-4-5-10 مرات في اليوم؟ هذا يكون قريب من المكان اللي يكون جالس فيه. إحنا لا، ما نشوف الكلام هذا. نبغى شكل جميل، نبغى وجهات غريبة. وش دور كود البناء هنا اليوم؟ اليوم بعد إقرار كود البناء، وجد كود بناء واضح في التصميم الخارجي والداخلي وحتى استخدام الفراغات، يعني أتاح لك حتى استخدام فراغات لم تكن في السابق متاح، مثل الارتداد لم يكن لك في السابق. يعني أول كان الارتداد مساحة ضايعة عندك، اليوم أصبحت مستغلة بشكل أو بآخر. شوف أنا لا ألوم على لجنة الكود أو نظام البناء أو كود نظام البناء ما يتم الآن. لازم تعرف إنه كود البناء هو على المبنى. أنت لازم تحل أول شيء كود عمراني قبل هذا المبنى. لازم تعطي كل يعني هل حنا
أنا يمكن أغلب الناس اللي ساكنين في عيا سكني هل هو مبسوط من كمية التراس في البلوكة الوحدة على القطعة السكنية؟ فنظام هذه ما حد مبسوط فيها. هذا هو. فهي مراحل يعني هي وشي كود يكون معتمد قبل نظام البناء. نظام البناء الشيء المميز فيه الآن على الأقل ضبط لك جودة البناء. بس ينقصوا حاجات كثيرة. ينقصوا أنه يضع لي مثلاً. إيه يضع لي يبدأ ينزل معايا على المواد البناء ويبدأ يحكمها لي بدل ما أنا الآن قاعد السوق في كثير من المواد البناء يعني حاول حقق لك الاستدامة على الأقل على الأقل في الجزئية. طيب أنا بوقف عند نقطة بديت بها حديثك ودي نختم فيها. قلت إنه في كثير من المشاريع اليوم ما تحمل هويتنا ولا تحمل أصلتنا ابتداء من الاسم صح وصولا الى التصميم الوحدة السكنية. نعم. السكنية مثل ليش يعني مثل ايش انا اقول لك. لا شوف انا ما اقدر اطرح امثله لا ما نبغى اسماء لكن انا اتكلم هنا على اغلب المشاريع اللي انا تنفذ في وقت واحد. هذه المشاريع المفروض انها تكون مشاريع تدرس في نموذج البيئة العمرانية لان هو بدت تتحكم معايا من الخارج الى الداخل. يعني خلينا نتكلم عن القطاع الخاص لأن القطاع الخاص يمكن تجربته أسوأ من الحكومي. خلينا نتكلم عن الحكومي لأنه على الأقل يعني أغلب المشاريع اللي الآن قاعدة تنفذها بعض الهيئات والجهات الحكومية ولاحظ أنه هذه الجهات نفذت يمكن قبل 25 سنة 30 سنة نفس الإسكانات. شوف الفرق هنا تلقاها محقق الأصالة كاملة وهنا لا. يعني ولنا بعض المشاريع ولنا يعني الخبير الأمطار كيف كشفت لنا بعض المشاريع اللي صارت وبعدين بدينا ندخل بالوحدة وشفنا الوحدات كيف هي لا تحقق أصلا. يعني تخيل أنت قاعد تبني وحدة وتجهز وحدة وتبيعها السين وجيم من الناس وانت ما تعرف وش هذا الشخص من عائلته كم عدد أفراده وش احتياجاته. صح. هذا اللي حنا نقوله انه هالمشاريع لا وهذا طبعا غير الاسامي الاسم اللي قلت لك تعطى لها وغير انه المفروض ان هذه تكون تعكس لنا نماذج افضل انه انا الان عندي استطاعه اني احول لك هالكوميونتي او هالمجمع السكني انه يكون مجمع تتوائم مع نمط الحياه يتوائم مع نمط. ولاحظ حاجه واحده ترى في جهه عليها عاتق كبير جدا وصح انها جهه جديده هيئه الفنون والعماره. هذه الجهه الان يعني اعتمدت الطراز السلماني. ليش وضع طراز سلماني؟ لما شافوا انه الرياض فعلا اغلب المباني اللي فيها وخصوصا الحكوميه. شوف انا اتكلم هنا بعد يعني مش على مستوى بعد المساكن لا اتكلم عن منحنى اخر في التصاميم. فكانت لا الان ألزمت في الطراز السلماني. وش هو الطراز السلماني؟ هو يعني دمج طراز نجد مع ما انتج خلال 50 عام الماضيه بقيادة السيد سمو الملك سلمان انه كيف انه وضعت لنا آليات الان لهذا الطراز. صار عندنا طراز سعودي محقق لنا جميع عناصر المميزة للمبنى. هذا مثال عندنا لما نستخدمه ونتمنى انه عناصر التغريب اللي تحدثت عنها يعني تتلاشى شوف أصالها اكثر وضوحا اليوم في مساكننا وفي بيوتنا. شكرا جزيلا لك المهندس الجليدي الخبير في التخطيط والتصميم العمراني. بعد الفاصل لنعود